معاكم دانا سمكري من متوسطة الشامية. عندنا مشروع الترمومتر. الآن هذه درجة حرارة الغرفة اللي هي 28، يطلع هذا الفيس مبتسم. إذا حطينا موية باردة حسي 27. إذا أقل من 25 يطلع لنا كلمة كول. الآن حنحاول نرفع درجة الحرارة ونشوف إيش يصير. شوف ازداد العدد. إذا صار أكثر من 35 حيطلع كلمة hot.